السلام عليكم وحياكم الله في مزاج بودكاست. الحاضر الغايب اللي هو رب البيت أو الزوج. أنا أتمنى اللي يسمع هذا البودكاست لا يأخذ بحساسية، لأني أنا مو مهاجمة، بل بالعكس أنا كل اللي أطمح له أن نرتب بيتنا الكويتي من يد جديد، ونتكلم بالعقل ونفصل الأمور بشكل مختصر. أنا ما راح أطول عليكم ولا شيء، عشان أنا من اللي تسموني old school، وعندي محتفظة بقيم كثيرة، ونظرتي نظرة غير نظرة شباب اليوم. وايد أحب أجد نموذج أبوي الله يرحمه، اللي هو الأبو بمفهومه الحقيقي، وهذا للأسف ما عاد موجود اليوم بغض النظر عن اختلاف الأزمان، إنما يظل الرجل رجل، مسؤولياته نفسها ما تتغير سواء قديم أو حديث، شاب كبير صغير، كلها مسؤوليات البيت اللي ما تخلص، ووجوده داخل البيت لا شأن عظيم يعني في ترتيب وتكوين الأسرة الصحيح، من تربية العيال إلى الصرف على البيت، من وايد أشياء. أنا طبعا ما راح ألغي كل اللوم على الرجل الكويتي أو الشاب، لأن احنا لنا كحريم دخل كبير، وسبب من أسباب أن الرجل انعزل وتقوقع وانكمش دوره في بيوتنا. وأنا أعترف وأدري وحاطة إيدي على الجرح إن اليوم اللي اشتغلت فيه المرأة الكويتية وصار عندها سيارة وبيدها معاش تصرف لا شعوريا زاحمة الرجل في مسؤوليات الصرف على البيت، هي اللي قامت بدل ما أنا زوجي وديني حق زوارة أهلي قمت أروح بروحي. شوي شوي بدينا ننفصل، بدأ هو شكل اللي ريحنا وركن على جنب وبدأ يمارس حياته الخاصة بعيدا عن البيت، طلعاته بسفراته البحر الشاليه يونيمت. فصارت المرأة هي الرجل والمرأة للأسف في آن واحد، وهي اللي جابت حق نفسها. فأنا ما رح أطول عليكم، السالفة واضحة المسائل، ياليت بس نصحى ونعدل هذه القاعدة، يصير الأبو وهو المنفق وهو اللي يودي وهو اللي ييب وهو اللي يروح المدرسة وهو اللي يشتري من السوق وهو اللي يروح الجمعية وهو اللي يودي الطبيب وهو اللي يودي الزوارة وهو 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 اللي كنا قبل نعرف فيه الريال الكويتي اللي هبل ولا زال يهبل، بس يبيله شوية هزة عشان نذكره. أنا أتمنى إنه يعاد ترتيب الشكل الصحيح مترتب في البيت الكويتي عشان يرجع صحيح ومعافى. شكرا للاستماع، وخير الكلام ما قل ودل. في أمان الله.